بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 99. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه في فصل عن الأعياد، وأنها لا تجوز مشابهة الكفار في أعيادهم من طريقين. الأول هو ما تقدم من أن هذا موافقة لهم فيما ليس من ديننا، والثاني الخاص في نفسه أن أعياد الكفار لا يجوز مشابهتهم فيها. ثم ذكر ما فسر به بعض السلف قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور إنه الشرك، وقال بعضهم إنه مجالس الخنا، وقال بعضهم الغناء. قال رحمه الله: ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. فالشاهد بالزور أو قال الزور يظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو قبيح في الباطن، فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة، والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة، وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة وهي باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا في معرض كلام الشيخ رحمه الله عن منع تشبه بالكفار في أعيادهم، فنحن لا نشاركهم في أعيادهم، لأن الله سبحانه وتعالى عوضنا عن أعياد الكفار بعيدين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه أعياد المسلمين، وهي أعياد شرعية، كل واحد منها يأتي بعد أداء عبادة، فعيد الفطر بعد أداء عبادة الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء عبادة الحج. ويكون في هذه الأعياد من أنواع العبادة والصلاة، صلاة العيدين وذبح ودفع صدقة الفطر في عيد الفطر، وذبح الأضاحي في عيد الأضحى ومع التكبير، كل هذه عبادات لله سبحانه وتعالى في هذين العيدين. فهما عيدان فيهما توسيع على المسلمين بالأكل والشرب، وفيهما عبادة لله بذكره سبحانه وتعالى والصدقة وذبح الهدي وذبح الأضاحي. هذه أعياد المسلمين خير كلها، الحمد لله. وإذا كان فيها من لعب فإنه يكون مثمرا، بحيث إنه يكون في تعلم الرماية، تعلم ركوب الخيل، و تعلم ركوب الإبل، مما فيه نفع للمسلمين ولا يكون هدرا وضياعا للوقت. وذكر من الأدلة على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. فسره بعض العلماء بأعياد المشركين، فالمسلمون لا يحضرون أعياد المشركين، لا يشهدون يعني لا يحضرونها ولا يشاركون فيها. هذا أحد التفاسير للآية،
وفسرت لا يشهدون الزور يعني شهادة الزور، وفسر بغير ذلك من أنواع التفاسير، ويعمها أن الزور هو ما يزور ويزين ويحسن، وهو بخلاف ذلك. فتفاسير العلماء لهذه الآية وإن اختلفت عباراتهم فإنها من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، فالآية تحتمل كل ما ذكر، وأولها وأولاها أعياد الكفار وأعياد المشركين، فالمسلمون لا يشاركون فيها، لأن الله مدح عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان بمدايح، ومنها أنهم لا يشهدون الزور، فدل على أن حضور أعياد الكفار ليست من صفات عباد الرحمن، فهذا فيه دليل على المنع منها. نعم. قال: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. نعم، هذا يدل على أن الزور يطلق على التحسين والتزيين. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى، أي الذي يدعي شيئا ليس فيه، الذي يتصنع بما ليس فيه، مثل الذي يلبس ثياب الزور المزينة وهو بخلاف ذلك في نفسه وفي حقيقته، فلا تنفعه ثيابه المزورة والمزينة ما دام أنه هو في نفسه قبيح. فهذا هو التزوير. والزور كما ذكر الشيخ منه زور شهوة ومنه زور شبهة، فالشرك هذا زور شبهة، لأن الشرك قبيح وباطل، وإن زينه أهله وحسنوه في المظهر. وكذلك زور الشهوة، فإن الشهوة محرمة، ولكن قد يكون لها طابع أنها تجلب النفوس إليها بما يظهر فيها من اللذة وحظ النفس، فإنها زور أيضا. قال: كالغناء في زور الشهوة. نعم، زور الشهوة الغناء، فإنه هو محرم في نفسه لكن النفوس تهواه، ففيه زور شهوة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة. أعياد المشركين جمعت الزور، أنواع نوعي الزور، زور الشهوة لأن فيها لهو ولعب وفيها فعل محرمات، وفيها شبهة وهي أنها عبادة لم يأذن الله جل وعلا بها. نعم. قال: وهي باطل إذ لا منفعة فيها في الدين. نعم، أعياد المشركين من الباطل لأنها ليس فيها منفعة في الدين، فهي مضرة محضة. نعم. وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم. وهذا في كل المنهيات والمحرمات، وإن كان فيها لذة عاجلة مثل الزنا وشرب الخمر وغير ذلك والربا وغير ذلك من المحرمات، فإن فيها لذة للنفوس تغري، لكن عقوبتها أليمة وعاقبتها وخيمة، والعبرة بالعواقب لا باللذة العاجلة. نعم. قال: فصارت زورا. فصارت أعياد المشركين زورا، لأنها وإن تزينت وتزخرف تمام الأنظار والعيون فإن عاقبتها شر. نعم. وحضورها شهودها. الحضور الشهود، كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يعني حضر، يخرج بذلك المسافر، فالمسافر يفطر، وأما من كان حاضرا شهد الشهر فإنه يصوم. نعم. قال: وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟ نعم، إذا كان الله حرم حضورها وإن لم يعملها الإنسان ولكنه يحضرها ويشاهدها، فكيف بمن يعملها ويشارك فيها ويقيمها؟ فهذا أشد. نعم. ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور. كون الله جل وعلا أثنى على عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون
أعياد الكفار دليل على تحريمها، لأنها لو كان هذا الأمر مباحا، لو كان هذا الأمر مباحا لم يحرم شهوده. نعم. ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. نعم، فأقل أحوال حضورها أنه مكروه، كراهة تنزيه، مع أن الظاهر أنه محرم. فمدحهم على عدم حضورها دليل على أن حضورها مذموم. نعم. فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر. نعم، يعني كأن الشيخ رحمه الله يرجح أن شهودها وحضورها من دون المشاركة فيها أنه مكروه كراهة تنزيه. نعم. ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله تعالى سماها زورا. وأما هي في نفسها وإقامتها وعملها فهي محرمة، لأن الله سماها زورا، والزور محرم. نعم. قال: وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره، لقوله في المتظاهرين أو المتظاهرين: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نعم، منكرا من القول وزورا، فصار الزور رديف للمنكر، والمنكر محرم، فدل على أن الزور إذا أطلق على شيء فإن هذا الشيء يكون محرما. نعم. وقال تعالى: واجتنبوا قول الزور، ففاعل الزور كذلك. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أي الكلام الذي فيه زور، كشهادة الزور وغير ذلك من أنواع الكلام المزور المزخرف بالباطل، فالله أمر باجتنابه، فإذا كان هذا في الكلام فالفعل أشد. نعم. وقد يقال: قول الزور أبلغ من فعله، ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده دل على أن فعله مذموم عنده معيب. نعم، إذا كان الله مدحهم على عدم شهود الزور فهذا دليل على أن حضور الزور وعمل الزور أنه شر وأنه مذموم. إذا مدح من لم يشهده ولم يحضره فإنه دليل على أن فعله والمشاركة فيه أشد. نعم. إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير. نعم، فكون الله جل وعلا مدح من لا يحضر أعياد المشركين دليل على تحريم حضورها وشهودها وإقامتها، لأنه إذا نهي عن مجرد شهودها ففعلها من باب أولى. نعم. وقد يقال: هذا مبالغة في مدحهم، إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وإن كانوا لا يفعلون الباطل. قد يقال إن هذا المدح إنما هو زيادة في الثناء عليهم وإكرامهم، ولا يدل هذا على أن تركهم له من ترك المحرم، وإنما هو من التنزه، إنما هو من باب التنزه والترفع عن الدنايا، فلا يدل هذا على التحريم، ولكن هذا في الحقيقة أنه قول فيه نظر، لأن إذا نهى عن مجرد شهودها وحضورها فإن فعلها وإقامتها والمشاركة فيها من باب أولى بالمنع. نعم. قال: ولأن الله تعالى قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة، فتكون هذه الصفات واجبة. نعم، فيكون عدم حضورها واجب وحضورها يكون محرما، لأن هذه صفات عباد الرحمن، فدل على أن حضورها لا يليق بعباد الرحمن. نعم. قال رحمه الله: وفيه نظر، إذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب، ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، هذا كما سبق أن الشيخ كأنه يرجح أن شهود أعياد المشركين هو من باب كراهة التنزيه،
وأن الله إنما أثنى على عباد الرحمن في عدم حضورها زيادة في مدحهم، ولا يدل هذا على أن شهودها مجرد الشهود محرم. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، الحديث. وقال: ما تعدون المفلس فيكم، ما تعدون الرقوب، ونظائره كثيرة. نعم، يعني أن الله قد يثني على بعض الخصال أو يذم بعض الخصال من باب التنفير عنها والترفع عنها والتنزه عنها، لا من باب أنها محرمة. نعم. ففي هذه مسألة الشيخ أعياد الكفار يكون شهودها حضورها هو المكروه كراهة التنزيه؟ نعم، أما فعلها وإقامتها والمشاركة فيها فهذا محرم. جزاك الله خير. نعم. المشاركة مثل ماذا؟ التهنئة أو حول لباس معين أو أخذ ورد معين؟ أن يدفع في نفقتها، أن يدفع شيئا من تكاليفها، أو يهيئ لهم المكان الذي يقيمونها فيه، وما هذه المشاركة. وجاء ما يسمى عيد الحب وخذ وردة حمراء، بعض المساكين من شباب أو شابات، تعد مشاركة؟ نعم، هذه مشاركة. إذا عملت مظهرا، إذا عملت مظهرا من مظاهر أعياد الشرك فإنك شاركت فيها وهذا محرم. نعم. أو هنأه بذلك زميله مسيحي قال عيد مبارك. التهنئة هذه موافقة، إذا هنأه في ذلك ودعا له فهذه موافقة لهم ورضا بها، فالأمر خطير جدا. نعم. أحسن الله إليكم. الآية التي ذكرها الشيخ: إنما يخشى الله من عباده العلماء. شيخ، تحدثنا أن العلم هو الخشية في فهم السلف بهذه الآية، جزاك الله خير، وأن العلم ليس مجرد حفظ المتون أو الحديث بها مع تجاوز الحدود. نعم، قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم على قسمين: علم في الظاهر وعلم في الباطن والقلوب، والمقصود هو العلم الثاني، العلم في الباطن وفي القلب لا في المظهر فقط. فإن قد يكون الإنسان عالما متبحرا في العلم في الظاهر ويحفظ الأقوال ويحفظ المتون ويحفظ، لكنه ليس في قلبه علم باطني وهو خشية الله سبحانه وتعالى. فالمعتبر هو العلم في الباطن، وأما العلم في الظاهر فقط فهذا يكون حجة على صاحبه يوم القيامة، والعلم في الباطن يقتضي العمل بالعلم. نعم، مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان. نعم، هذا من باب أن المراد نفي الكمال. نعم، نفي الكمال. نعم. وقال: ما تعدون المفلس فيكم، ما تعدون الرقوب. نعم، كذلك نفي الكمال، لا نفي الأصل والحقيقة. نعم. قال: فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود. هذا نتيجة ما سبق من البحث، أنه هل هو مكروه أو محرم أو من باب المدح والتنفير منها. فعلى كل حال هذا يدل على تجنب أعياد المشركين، إما من باب التنزه والترفع عنها وترك الوسيلة التي تفضي إلى ما هو أشد، وإما أن هذا من باب تجنب المحرم. نعم. إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا. نعم، لأن هذا حث على ترك موافقتهم، وهذا كاف في المسألة، في أننا لا نشارك المشركين في أعيادهم، والكفار في أعيادهم بأي نوع من المشاركة، أو نقيم مثل ما يقيمون فنعطل مثلا أياما في المناسبات مثل ما يعطلون، أو أشد من ذلك ينكسون الأعلام أو يلبسون السواد أو غير ذلك، كل هذا من صفات الكفار والمشركين، والمسلمون منهيون عن التشبه بهم. نعم. السلام عليكم. قال: فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافق لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود. نعم، من الناس من
من يرى أن مشاركتهم في أفراحهم وأعيادهم أنه من باب التوسعة على النفوس وعلى العيال، وينسى المشابهة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهي وإن كان فيها شيء من التوسعة ومن الفرح ومن وفيها شيء من المصلحة، لكن المضرة أعظم، وهي المشابهة التي نهينا عنها، ولا سيما أن الله عوضنا عن ذلك بعيدين شريفين: عيد الفطر وعيد الأضحى. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بهذا اللفظ. يعني من طبيعة البشر أنهم لا بد أن يجعلون لهم يوما أو أياما يفرحون فيها ويوسعون على أنفسهم، فهذا من طبيعة البشر. ولهذا كانوا في الجاهلية لهم أعياد يفرحون فيها ويتفرغون فيها للنزهة وغير ذلك، لأن النفس تحتاج إلى مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم هذا مطلقا، لم يحرم هذا مطلقا، وإنما خالف المشركين وجعل للمسلمين أعيادا خاصة بهم لا يشاركون فيها المشركين، فجعل للمسلمين عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، فيهما عبادة وفيهما مصالح للمسلمين وفيهما شكر لله سبحانه وتعالى. هذان العيدان يكفيان عن أعياد المشركين. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وكان لأهلها وهم الأوس والخزرج، كانوا في الجاهلية لهم عيدان في السنة يلعبون فيهما ويعملون فيهما أعمالا خاصة، المسلمون أيضا بحاجة لمثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسد الباب، صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل عيدين شرعيين بعد عبادتين عظيمتين، وجعل فيهما من الأعمال الصالحة ما يذكر بالله عز وجل، وجعل فيهما من التوسع على النفس ما فيه شكر لله من الأكل والشرب والتصدق بصدقة الفطر. فهذا يعوض المسلمين عن أعياد المشركين. وفي الحلال غنية عن الحرام، فقال: إن الله أبدلكم بهما يومين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. قال رواه أبو داود بهذا اللفظ: حدثنا محمد، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن حميد عن أنس، ورواه أحمد النسائي، وهذا إسناد على شرط مسلم. فلو كانت موافقتهم ومشابهتهم في أعيادهم جائزة لما نقلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن يومي المشركين إلى يومين خاصين بالمسلمين. نعم. قال: فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين. والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. نعم، هذا دليل واضح على أن المسلمين لا يشاركون الكفار في أعيادهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل المسلمين من أعياد المشركين إلى أعياد خاصة بالمسلمين: عيد الفطر وعيد الأضحى. فلو كانت مشاركتهم في أعيادهم جائزة لما نقل النبي صلى الله عليه وسلم أمته منها إلى أعياد أخرى خاصة بالمسلمين، فدل على أن مشابهتهم في أعيادهم ومشاركتهم فيها، بل وحضورها ومشاركتهم في الفرح فيها أو تهنئتهم، كل ذلك مما لا يجوز.
لأن المطلوب من المسلمين الاستقلال، الاستقلال بدينهم وفي عبادتهم عن مشابهة ومشاركة غيرهم من الأمم. وكما قال الشيخ رحمه الله، الله أبدل المسلمين ولا يجمع بين البدل والمبدل، فلا يقال نشاركهم في أعيادهم وهم يشاركوننا في أعيادنا، ولا مانع من ذلك، أو زيادة توسع، أو هذا فيه تأليف، أو ما أشبه ذلك مما يتحذلق به من يتحذلق. فنحن لا نشاركهم في أعيادهم ولا نحتفل بها ولا نفرح بها، لأن الله أبدلنا ولا يجمع بين البدل والمبدل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.